الميدانية ينضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم القوة المتحركة أو الناطق الإعلامي باسم القوة المتحركة سيد سليم قشوط. سيد سليم أهلا وسهلا بك. تحية طيبة لك أخي الكريم، تحية طيبة للمشاهدين. نعم، بداية سيد سليم لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية جنوب العاصمة. طبعا اليوم قامت قوات الفخر الوطني الجيش النيبي وقوات مساند الله للقوات التقوم بالفخر الوطني بالهجوم على ميليشيات حفر المتواجده في محور الرمله، وكان ذلك منذ صباح الساعات الصباح الباكر. تقدمت قوات الفخر الوطني على تمركزات العدو وفتحت له اكثر من محور من جهه التويشه ومن جهه الرمله في داخل المطار، وكبدته خسائر كثيره عديده في الاليات والمعدات والارواح. نعم، عن بقية المحاور سيد سليم. ليس لدي معلومات على بقية المحاور، إنما كنا مشغولين جدا بمحور الرملة والطويشة، وكان نعم. اليوم وقت طويل مني صراحة. نعم. أشكرك سيد سليم قشوط الناطق الإعلامي باسم القوة الوطنية المتحركة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.